بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عناوين وتجوال متجدد بين عناوين الصحافة. نبدأه بأبرز عناوين صحافة اليوم. الأمين أبرز الغائبين عن تشكيلة المنتخب الوطني في خليج 23. التجربة اليمنية ما بين البعث على الطمأنينة والوقوع في دائرة الشك حول أداء الأحمر. لقاء ودي منتظر يجمع المنتخب الكويتي أمام شقيقه البحريني في أول ظهور للأزرق بعد الإيقاف. المنتخب السعودي يسعى لخوض تجربة ألمانية استعدادا لمونديال روسيا 2018. والملكي يتربع على عرش العالم بعد خطفه لقب مونديال الأندية. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. كشفت صحيفة عمان عن معلومات تشير إلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لبطولة كأس الخليج سيعقد اليوم جلسة طارئة في مقره بالدوحة، وذلك بخصوص مناقشة بعض الأمور الخاصة بالبطولة التي ستنطلق في الكويت الجمعة المقبل. فخرجت بعنوان: اجتماع طارئ لتنفيذي الاتحاد الخليجي. ورفض الأمين العام للاتحاد الخليجي جاسم الرميحي التعليق على عقد الجلسة الطارئة، ولم ينفي أو يؤكد عقد الجلسة الطارئة. وهناك أنباء عن أن تنفيذي الاتحاد الخليجي ربما يناقش تطبيق اللائحة الجديدة التي اعتمدت بإجماع الاتحادات الخليجية بدلا من تطبيق اللائحة القديمة، بجانب بعض المسائل التي يمكن أن تطرح في الاجتماع. حالة من الاستنفار تعيشها المنتخبات الخليجية الثمانية إداريا وفنيا لضمان الاستعداد التام لخوض منافسات خليج 23. وقبل هؤلاء جميعا تسابق الكويت الزمن من أجل أن تكون جاهزة للحدث الكبير والاستقبال الأشقاء. صحيفة الرؤية أكدت جاهزية المضيف فعنونت: الكويت جاهزة لاستقبال العرس الخليجي والمنتخبات تستنفر. وأكدت الصحيفة أن الكويت جاهزة تماما لاستضافة الحدث بغض النظر عن أي إخفاقات قد تلازم البطولة في أي مساق من مساقاتها التنظيمية، فإن ذلك وارد. فحتى الدول التي كانت تعلم وقبل أكثر من عامين أنها ستنظم حدثا كبيرا كهذا، فإن هفوة هنا وأخرى هناك أمر وارد، خاصة في الأيام الأولى لها. وكانت الكويت الشقيقة وعن طريق وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان كشفت عن شعار بطولة كأس الخليج لكرة القدم خليجي 23 الذي يحمل ألوان الدول الثمانية المشاركة. منح المدرب الهولندي بين فيربيك منتخبنا الوطني اليوم الأحد راحة كاملة إثر المجهود الذي بذل في مباراة مساء الجمعة أمام اليمن، والتي انتهت بفوز منتخبنا بهدف نظيف. صحيفة الشبيبة تابعت آخر أخبار الأحمر فعنونت: الأحمر يعاود النشاط غدا. وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد يواصل اتصالاته مع نادي الهلال السعودي من أجل تفريغ القائد علي الحبسي لينضم للمنتخب في خليج 23، والأمر نفسه فيما يخص رائد إبراهيم الذي لم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق نهائي يقضي بتفريغه للبطولة كونها خارج الأيام المعتمدة لدى الفيفا. ووضع الجهاز الفني في اعتباره جميع الاحتمالات الممكنة للاعبين. وفي نفس الصعيد أصبح أحمد كانو ونادر عوض في أتم الجهوزية للانخراط مع المجموعة، وكذلك الأمر بالنسبة لسامي الإحسني الذي غاب عن مواجهة اليمن. أكد الجهاز الفني للمنتخب الوطني في حديثه لصحيفة عمان ارتياحه الكبير لما قدمه الأحمر في تجربته الوحيدة أمام المنتخب اليمني، والتي انتهت بفوز منتخبنا بهدف وحيد استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج، لتخرج بعنوان الجهاز الفني للمنتخب: الغاية من تجربة اليمن ليست الأهداف. وأكد الجهاز الفني بأن هدفه من التجربة لم يكن تحقيق النتيجة الإيجابية أو الفوز بعدد وافر من الأهداف، بل كان يهدف إلى تلقين اللاعبين للخطة التي يسعى لتطبيقها في مشاركته ببطولة كأس الخليج وفي مباراة التدشين أمام الإمارات.
ويأمل الجهاز الفني الاستفادة من الأيام القليلة المتبقية من انطلاقة المنافسة لرفع معدلات اللياقة البدنية لبعض اللاعبين الذين لا يزالون بحاجة للوصول إلى الجاهزية البدنية المطلوبة. ونبقى مع التجربة الودية، فقد أصاب المنتخب الوطني أكثر من عصفور بحجر واحد في تجربته الودية أمام اليمن. هذه الفوائد الافتراضية كشفت عنها صحيفة عمان فكتبت: البروفة اليمنية تكتب العناوين الأولى لهوية الأحمر في البطولة الخليجية، وأبرز ما كشفته التجربة هو وجود انسجام جيد بين اللاعبين وتفاهم بالحركة بشكل يبلور اللعب الجماعي في مشهد فني رائع، وهو ما يعتبر إيجابية تدعم طموحات الأحمر ونجومه في الحضور المشرف والدفاع عن الكرة العمانية بقوة في البطولة الخليجية. وكان الأجمل في البروفة ذلك الحضور الجماهيري الكبير والتشجيع الحماسي المتواصل، حيث لم تتوقف رابطة المنتخب عن الدعم المعنوي للاعبين وقدمت مؤازرة كبيرة أشعلت المدرجات بالحماس. الزميل خميس البلوشي بدوره أشار إلى المسؤولية الملقاة على الإعلام في هذه النسخة من البطولة الخليجية، والتي تأتي في ظل ظروف بالغة الدقة تعيشها المنطقة، وذلك في مقاله المنشور على صفحات الشبيبة. نتابع. بعد 3 سنوات تواترت وتنوعت وتعددت فيها الأخبار والأقوال، ها هو الحدث الخليجي الكروي الأهم في المنطقة يعود إلى الواجهة، حيث النسخة 23 من بطولة كأس الخليج ستقام في الكويت ابتداء من 22 ديسمبر الجاري في لقاء رياضي كروي خليجي جديد نرجو أن يخرج بالصورة الطيبة ويحقق أهدافه المرجوة. هذه المرة تأتي كأس الخليج ومنطقتنا العزيزة تمر بالكثير من المنغصات التي تعلمونها، والتي دخل إليها بعض أهل الرياضة والإعلام الرياضي، وأصبح الحال متقلبا والكلام كثيرا والأكثر منه يأتي علنا بدون أي اعتبارات. نعلم جميعا بأن كأس الخليج بطولة إعلامية من الدرجة الأولى، يلعب فيها الإعلام بمختلف وسائله دورا كبيرا في صناعة تفاصيلها وأحداثها الرئيسية داخل الملعب وخارجه. لم تكن بطولة كأس الخليج حدثا عاديا في منطقتنا، وهي التي تعتبر إرثا رياضيا وثقافيا لكل من يعرفها ويتابعها ويتعايش مع أحداثها. ولم تكن كأس الخليج في معناها الحقيقي الثابت بطولة للخلاف والفرقة، بل بالعكس كانت حاضنة للمحبة ومحققة للكثير من النجاحات. لا نريد أن نتحدث كثيرا عن كأس الخليج وأفضالها على كرة القدم الخليجية، لكنه الواقع الجميل الذي يتكرر والذي يجب أن ننقله للأجيال التي لم تعرف عن البطولة سوى هدير المدرجات والإثارة الإعلامية والفوز باللقب. تعود كأس الخليج إلى ملاعب الكويت العزيزة للمرة الرابعة، وتعود معها المنافسة والذكريات الجميلة. ومع هذه العودة وفي هذه الظروف المتناقضة والصعبة التي يشعر بها الجميع، وجب على الإعلام الرياضي الخليجي بمختلف انتماءاته أن يكون قائدا حكيما وعلى قدر عال من المسؤولية تجاه المهنة وتجاه المتابعين، والأكثر من ذلك تجاه هذا الخليج العامر الذي يجمعنا، وعليه أن ينأى بنفسه عن أي شيء بخلاف المنافسة التي تشهدها البطولة، وأن يكون شريكا إيجابيا وعاملا فاعلا وقويا في نجاحها، إكراما للمهنة التي نتشرف بالانتماء إليها، ومن ثم إكراما للحدث الجميل الذي نعشقه ولروح المحبة التي تربطنا، وإكراما للكويت دار الصداقة والسلام التي تجمعنا. اليوم على الإعلام الرياضي الخليجي ونحن جزء منه أن يقدم بطولة خليجية رياضية ذات رسالة إعلامية هدفها لم الشمل الخليجي، وتأكيد القول بأننا سنبقى إخوة أوفياء لبعضنا البعض، بعيدا عن السياسة وأهلها، وبعيدا عن أي صراعات مفتعلة وتراكمات سابقة. إعلامنا الرياضي الخليجي في خليج 23 تترقبه وتناظره كل الأعين، وهو مطالب بأن يتحمل المسؤولية للخروج ببطولة كروية ناجحة من حيث التنافس الكروي الجميل تسمو فيها روح المحبة والمودة والأخوة التي عهدناها ونعرفها عن أهل الخليج بصفة عامة، وتسمو فيها كذلك الروح الرياضية التي عهدناها في بطولات كأس الخليج بصفة خاصة. We'll be right back.
هذا وجاوبت صحيفة عمان على تساؤلات الجماهير لمباراة المنتخب أمام اليمن في المرتبة الأخيرة عن أسباب غياب المهاجم الأول للأحمر عبد العزيز المقبالي وعدم مشاركته في أي وقت من أوقات المباراة، فعنونت: عدم مشاركة المقبالي، رؤية المدرب فرضت غيابه. ولم تشر الصحيفة إلى مصدر خبرها واكتفت بالقول بأنه أحد أعضاء الجهاز الفني والذي قال إن الأمر لا علاقة له بأي إصابة يعاني منها اللاعب أو هناك فكرة لاستبعاده من المشاركة، وكل الأمر أن المدرب سعى لتجريب بعض اللاعبين ومنحهم الفرصة الكافية خلال مباراة اليمن. ويعتبر المقبالي من العناصر التي ظلت تشارك باستمرار في معظم المباريات التي خاضها المنتخب تحت قيادة الهولندي بيم فيربيك. تتجه إدارة نادي الهلال إلى تقديم اعتذارها لاتحاد كرة القدم حول عدم إمكانية انضمام الدولي علي الحبسي لصفوف المنتخب للمشاركة في خليج 23، وذلك وفق الصحيفة الرياضية السعودية التي عنونت: الهلال يمنع الحبسي من المشاركة في خليج 23. وأشارت الصحيفة إلى أن الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق أبدى رغبته في استمرار الحبسي مع الفريق في الفترة المقبلة والاعتذار عن عدم الانضمام للمنتخب في هذه البطولة التي تعد دورة ودية وخارج أيام فيفا، ويرغب دياز في مشاركة الحبسي في إحدى مباراتي الفريق المقبلتين أمام التعاون أو أحد مع إراحة زميله الحارس عبد الله المعيوف. من الوطن إلى الأولمبي، حيث تغادر مساء اليوم بعثة منتخبنا إلى العاصمة الأردنية عمان لإقامة معسكر قصير هناك ومواجهة النشام الأولمبي وديا يومي 20 و23 من ديسمبر. صحيفة الشبيبة تابعت فعنونت: الأولمبي يلاقي نشام الأردن في وديتين، وكان المنتخب قد أنهى وديتي فلسطين وخرج بعديد الفوائد كون اللقاءين بمثابة الظهور الأول للمنتخب بعد طول غياب، ولعب العزان المباراتين بتشكيلتين مغايرتين، كما كانت أهم مكاسب المباراتين عودة زاهر الأغبري بعد أن غيبته الإصابة فترة طويلة، ولعب في اللقاء الثاني ربع ساعة وأيضا تشافي حاتم الروشدي من الإصابة. وبخصوص لاعب الوسط صلاح اليحيائي، ستحدد الأشعة مصيره النهائي مع المنتخب ومدى إمكانية مشاركته في البطولة الآسيوية من عدمها، فيما سيواصل جميل اليحمدي مهامه مع المنتخب الأول حتى العودة من خليج 23 ثم يعود لقائمة العزاني. تعود أندية دور الأضواء التي لا تزال في قلب منافسة بطولة كأس مازدا للدخول في فترة الراحة مع الأندية التي خرجت من الدور الأول في البطولة التي تقام بنظام خروج الفريق المغلوب. صحيفة عمان سلطت الضوء على هموم الأندية فعنونت: الأندية تخشى الآثار السلبية للراحة الطويلة. وذكر بعض المسؤولين في الأندية أن فترة التوقف الطويلة يمكنها أن تضر بالمستوى الفني للفرق ومن ثم على المنافسات نفسها، وأن العودة للمشاركة في الدوري تتطلب أن تنفذ الأندية برامج إعدادية جديدة، وهو ما يتطلب عملا كبيرا وأموالا تصرف على المعسكرات والتجارب، وهو أمر لا يتوفر للجميع. إلى دور المظاليم، حيث يلتقي اليوم نزوة بملعبه مع نظيره المصنعة في مباراة إياب ملحق الدرجة الأولى، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بخسارة المصنعة على ملعبه بهدفين مقابل 3. صحيفة عمان قدمت المواجهة تحت عنوان: اليوم نزوة يلاقي المصنعة في إياب ملحق الدرجة الأولى. الحسابات ستكون مفتوحة بين البقاء والهبوط لأحد الفريقين في مواجهة صعبة جدا لا يمكن التكهن بنتيجتها مهما كان نزوة يلعب بثلاث فرص في مقدمتها الفوز والتعادل السلبي ومعها التعادل الإيجابي، في الوقت الذي يجب أن يحقق المصنع المعادلة الصعبة ويفوز بفارق أكثر من هدف باعتبار الهدف الذي يكون خارج الملعب بهدفين. يرى الإعلامي ناصر درويش أن الوقت قد حان ليجلس مسؤولي وزارة الشؤون الرياضية مع أعضاء اللجنة الأولمبية لدراسة بعض التعديلات على لوائح الأندية والاتحادات، وذلك في مقاله المنشور على صفحات عمان. نتابع.
في أكثر من مرة تحدثت على ضرورة تحديث اللوائح والأنظمة القائمة في المجال الرياضي، ومنها الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية بعد أن ظهرت الكثير من الثغرات وتم استغلالها بشكل سلبي. منذ أيام أصدرت لجنة التحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية قرارا جريئا بعدم قانونية أحد أعضاء اتحاد لعبة فردية، وخيرته بين عمله في الهيئة الرياضية التي ينتمي لها أو الاستقالة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها بعد أن تم تجاوزها خلال الانتخابات. وزارة الشؤون الرياضية ومعها اللجنة الأولمبية لابد أن يفكر معا من أجل إصدار نظام أساسي موحد لجميع الاتحادات الرياضية، وكذلك نظام أساسي موحد للانتخابات تلتزم به جميع الاتحادات الرياضية وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين الدولية ولا يتعارض مع القوانين والمراسيم السلطانية في الشأن الرياضي. وجود نظام أساسي موحد ولائحة انتخابات موحدة سوف يسهل أمورا كثيرة، ونبعد عن التأويلات والاجتهادات في تفسير البنود في النظام الأساسي، ونبعد عن الشبهات التي دائما ما ترافق الانتخابات. في السنوات الماضية ظهرت الكثير من الظواهر السلبية التي يجب أن يتم القضاء عليها نهائيا، ومنها عدم السماح للمترشح أن يأتي بورقة ترشحه من ناد غير ناديه المنتمي إليه. وكذلك لابد من حسم قضية الازدواجية في المناصب، وأن يكون هناك خيار واحد وهو الاستقالة في حالة فوزه في الانتخابات من النادي المنتمي له. كما أن شروط الترشيح والترشح تحتاج إلى تعديلات هي الأخرى وبما يتناسب مع المرحلة المقبلة، ونبتعد عن المجاملات، وأن يكون عضو الجمعية العمومية عضوا فاعلا يشارك في أنشطة الاتحاد وبرامجه ومسابقاته وليس عضوا منتسبا كما هو الحال. نجد أن عدد أندية بعض الاتحادات تصل إلى 35 ناديا والمشاركة في المسابقات والأنشطة 5 أندية فقط. ولا بد من تشكيل لجنة دائمة مشرفة على الانتخابات من قبل الوزارة واللجنة الأولمبية والأندية المنتمية للاتحادات الرياضية، تكون هي الجهة المعنية بالانتخابات من كافة النواحي، ويبدأ عملها من بداية الإعداد والتحضير للانتخابات واستلام الترشيحات ومطابقتها وفق الأنظمة المعتمدة، وتكون لها الصلاحية المطلقة. إصدار مثل هذه التشريعات والقوانين سوف يكون لها تأثير إيجابي في المستقبل، وينهي الكثير من اللغط، ونحمي الاتحادات الرياضية من الدخلاء على الرياضة. تعلن وزارة الشؤون الرياضية غدا الاثنين نتائج مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب لعام 2016، وذلك برعاية معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط، وبحضور معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المردوف السعدي وزير الشؤون الرياضية. صحيفة الشبيبة تابعت فعنونت: إعلان نتائج كأس جلالته للشباب 2016 غدا. وقد أنهت وزارة الشؤون الرياضية كافة الترتيبات المتعلقة بالحفل، وباتت جاهزة لإعلان نتائج المسابقة الغالية، حيث تم توجيه الدعوات لعدد من أصحاب المعالي والسعادة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات الرياضية ورؤساء الأندية واللجان الرياضية وكبار المسؤولين بوزارة الشؤون الرياضية ورجال الصحافة والإعلام وعدد من المهتمين والباحثين في القطاع الرياضي الرياضي والشبابي. كان ذلك كل ما لدينا في جولتنا عبر صحافتنا المحلية. فاصل قصير نتحول بعده إلى قراءة سريعة لعناوين الصحافة العربية. We'll be right back.
نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام، وإلى جولتنا العربية التي نبدأها من الكويت، حيث يحظى المنتخب الكويتي باهتمام كبير، فتدريباته تتم بمتابعة من أعلى المستويات، وقد شهد ميران الأمس حضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، يرافقه كل من رئيس اتحاد الكرة الشيخ تركي اليوسف ونائب رئيس نادي الكويت خالد الغانم، بهدف تقديم الدعم المعنوي للنجوم الأزرق، وذلك قبل المغادرة إلى البحرين لخوض أول مباراة ودية بعد رفع الإيقاف والمقرر إقامتها اليوم في العاصمة المنامة. صحيفة القبس تابعت فعنونت: الغانم لاعبو الأزرق لن يقصروا. وقال الغانم: لمسنا تعطش الشارع الرياضي على مشاهدة الأزرق في المحافل الدولية، وحضور اليوم ما هو إلا تشجيع للاعبين وتحفيزهم على تحقيق إنجاز يرتقي إلى مستوى التطلعات، وكذلك للتعامل مع ظروف البطولة التي لم نستعد لها بالشكل المطلوب بسبب عامل الوقت. ونحن المنتخب الخليجي الوحيد الأقل إعدادا، إذ تنتظرنا مباراة تجريبية واحدة أمام المنتخب البحريني، على عكس بقية المنتخبات التي تأهل بعضها لكأس العالم، ومنها من شارك في التصفيات وحقق نتائج إيجابية ولديه مشاركات في مباريات رسمية وودية. ومع كل تلك الظروف، إلا أننا نمتلك العزيمة والإصرار، وندعم أبناءنا اللاعبين بكل ما أوتينا من جهد، وما حضورنا اليوم إلا من منطلق الدعم المعنوي. ومن جانبه، يرى الإعلامي ناصر العنزي أن طريق الأزرق في خليج 23 ليست سهلة، ولكنها أيضا ليست بالصعبة، نظرا لمشاركة المنتخب السعودي بالمنتخب الثاني. العنزي عبر مقاله المنشور على صفحات الأنباء الكويتية عبر عن فرحته بعودة الأزرق. نتابع التفاصيل. رفع الإيقاف وكفى، وعاد الأزرق يلعب من جديد، ونحن نشجعه، وعلينا سواء كنا متفقين أو مختلفين أن نقف معه معنويا وماديا وإعلاميا، بعد أن غاب سنتين عن المشاركات الخارجية، وتزامنت عودته مع انطلاقة بطولة كأس الخليج يوم الجمعة المقبل في الكويت، المناسبة التي أصبحت موروثا شعبيا في دول الخليج، رغم مطالبات البعض بإيقافها بعد 47 عاما من انطلاقتها، وبعدما ساهمت في تطور الكرة الخليجية وأصبحت تنافس على الألقاب القارية. أهلا بأشقائنا جميعهم على أرض الصداقة والسلام. غدا يخوض الأزرق أول مباراة ودية بعد رفع الإيقاف أمام البحرين في المنامة قبل الدخول في البطولة، وفرحتنا كبيرة بمشاهدته بعد غيبة. والظروف الحالية مشابهة للأزرق بطل خليج 8 في البحرين عام 1986، بعدما رفع الإيقاف عنه قبل 10 أيام وعاد بالكأس بطلا. ولا وقت للتجربة في مباراة الغد، وعلى المدرب بوريس قونياك أن يلعب بالتشكيلة التي يراها مناسبة، وله في القائمة اختيارات متعددة بحاجة إلى توظيفها بالشكل المناسب، وكلنا ثقة في لاعبي الأزرق أن يسعدوا جماهيرهم. عاصرنا الأزرق في بطولات الخليج كثيرا، ولم تسلم قائمة لاعبيه من الانتقاد والاختلاف، والأزرق برغبته الشديدة في تحقيق إنجاز قادر على تخطي مجموعته الأولى بعد مشاركة السعودية بفريق الصف الثاني، ومنافسه الأول هو الأبيض الإماراتي المؤهل للفوز باللقب أيضا، كما أن منتخب عمان قادر على المنافسة. لذلك فإن الفوز في مباراة الافتتاح أمام الأخضر هو مفتاح التنافس على اللقب بإذن الله. ونبقى مع اللقاء الودي المنتظر، والذي يجمع المنتخب البحريني بشقيقه الكويتي، حيث يرى مراقبون في البحرين أن اعتماد الجهاز الفني على مجموعة من الشباب سيكون له أثر سلبي، وهذا ما أوضحته صحيفة الأيام فعنونت: مراهنة سكوب على الشباب في خليج 23 سلاح ذو حدين. وقال نجم الكرة البحرينية السابق ناجح عبيد: مراهنة مدرب المنتخب الوطني سكوب على الشباب من دون أن تكون هناك عناصر خبرة في الفريق هي سلاح ذو حدين، فإن ظهر المنتخب بصورة جيدة وحقق نتائج مقنعة وأداء مرضيا بالمجموعة الموجودة، فإن ذلك سيكون دافعا كبيرا للمنتخب في مشواره المقبل الذي يعمل عليه بحسب تصريحات القائمين على الفريق في سبيل تجهيز وصناعة منتخب قادر
على تحقيق رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بوصول منتخب الوطن إلى كأس العالم 2022. ونبقى مع الأيام البحرينية التي أشارت أيضا إلى أن التاريخ يعود من جديد ليذكر عشاق بطولة الخليج بما حدث في نسخة 1986 عندما عانت الكرة الكويتية من صعوبات هددت مشاركتها في البطولة لكنها عادت وتوجت باللقب. نتابع. عشنا 800 يوم من الكابوس المخيف منذ قرار الفيفا بإيقاف النشاط الكروي، وكدنا نفقد الأمل كليا لما تابعناه من مشادات في التصريحات هناك عبر فريقين، كل يضع مبرراته بأن الطرف الآخر هو السبب في الإيقاف. ولذلك في مقالات سابقة طالبنا من الإخوة في الكويت تصفية النوايا من أجل أهلنا في الكويت، بل ذهبنا بعيدا في مطالبة كل رؤساء الاتحادات الخليجية بالتدخل لحلحلة الأمور هناك، بل رفعنا صوتنا لسمو الأمير بأن يتدخل عاجلا لحل هذا المشكل الكبير، ووقفنا بقلبنا ووجداننا مع إخوتنا في الكويت، وصرنا نراقب الوضع هناك عبر البرامج الرياضية في القنوات الفضائية الخاصة والحكومية من استضافة كل أطياف الرياضة باختلاف توجهاتهم لهذا الحدث. ولكن الذي أثلج صدورنا أن ما يتم قوله من هؤلاء لم يخرج عن لباقة الأخلاق المعروف عنها أهلنا في الكويت. على الرغم من ظروف الإيقاف إلا أننا ما زلنا نتغنى بالكرة الكويتية وفريقها الذهبي الذي كان متواجدا في المنافسات الآسيوية بقوة منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي حتى بلوغ الهدف الأكبر في اعتلاء عرش آسيا بكل جدارة واستحقاق والتأهل لأولمبياد موسكو في العام 1980، ومن ثم التأهل إلى مونديال إسبانيا كأول منتخب خليجي في العام 1982، والذي ضم من النجوم الكبار والذين لم نرى ليومنا هذا من يحل محلهم أمثال جاسم يعقوب وفتحي كميل وفيصل الدخيل والعنبري ومحبوب جمعة وعبد الله معيوف وسعد الحوطي والبلوشي والغانم ووليد الجاسم ونعيم سعد ومحمد كرم ويوسف سويد وأحمد الطرابلسي وغيرهم من النجوم الذين كانت بصماتهم واضحة على الكرة الكويتية. الكرة الكويتية في العام 1986 تعرضت لنفس ظروف اليوم من الإيقاف الدولي حتى جاء الفرح برفع الإيقاف قبل أسبوع من انطلاق الدورة والتي أقيمت في البحرين، وإذا بالأزرق يعود لحصاده المعتاد ويحمل الكأس الخليجية إلى عاصمته الكويت بقيادة عبد العزيز المخلد الذي كان رئيس الاتحاد يومها وقيادة الملك فيصل الدخيل لتؤكد الكرة الكويتية بأنها حاضرة دائما رغم ظروفها العصيبة، إلا أن حب نجومها لترابها يجعلها تعمل المستحيل من أجل إسعاد أبناء الكويت كافة. اليوم يتكرر المشهد بعودة دورة الخليج عند عودة الكرة الكويتية بعدما رفع الإيقاف من قبل الفيفا، والذي يثلج الصدر أن الدورة ستكون على أرض الكويت الحبيبة والتي ستستقبل أشقائها في الخليج، وستنطلق الدورة في أيام العرس الكبير بهجة وفرحة برفع الإيقاف وتنظيم البطولة هناك في الكويت. ولأول مرة لم نسمع أو نقرأ أي تصريحات خليجية بأنها ذاهبة لخطف اللقب، بل الجميع مجتمع برأي واحد أن هذه الدورة بمثابة التهنئة والتبريك للإخوة في الكويت من حكيمها وأميرها المحبوب إلى الشعب الكريم وكل الرياضيين بهذا الحدث الكبير والفائز فيه الجميع في الخليج، ومن يعتلي العرش الخليجي نقول له مبارك عليك اللقب. التجارب الودية تحضيرا لخليج 23 تتوالى، فهناك أيضا لقاء يجمع المنتخب الإماراتي بشقيقه العراقي. هذه التجربة حظيت باهتمام صحيفة الاتحاد التي قدمت المواجهة تحت عنوان الأبيض يواجه العراق بطموحات المنافسة على خليج 23. ويعول الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي بقيادة الإيطالي زاكيروني على لقاء اليوم للخروج بعدة فوائد فنية يمكننا تلخيصها في 5 نقاط أساسية، أبرزها الوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للتدريبات والخطط، كما يسعى الجهاز الفني للكشف عن السلبيات التكتيكية والفنية قبل خوض سباق البطولة، وثالث الفوائد الاطمئنان على أحمد خليل هداف المنتخب ومدى جاهزيته الفنية للمشاركة في خليج 23.
أما الفائدة المرجوة فتتمثل بخلق الانسجام بعد انضمام لاعبي الجزيرة لتدريبات المنتخب الإماراتي. ونبقى في الإمارات، فلا يوجد عمل كامل والجميع معرض لارتكاب الأخطاء، وهذا ما أشار إليه الكاتب حسن عبد الرحمن في مقاله على صفحات الرؤية حول أحداث بطولة العالم للأندية، وذلك بهدف تلافيها في نسخة 2018. نتابع. أسدل الستار على بطولة العالم للأندية نسخة 2017 بعد استضافة إماراتية مبهرة لم يحلم بها فيفا أو غيره. ظلت الجولة الخلاقة واسمها ورسمها وعلامتها البارزة. وقبل أن تلهينا فرحة الختام وتطوى الملفات لتفتح مجددا بعدما يقارب العام على مجلس أبوظبي الرياضي الجلوس الساعات والأيام لتقييم كل ما كان من أمر النسخة المنتهية واستلهام دروسها بما يمكنه من استضافة أفضل وأكثر إبهارا لنسخة 2018، وما أسهل المراجعة قبل أن يجف المداد. من الملفات المهمة التي تحتاج إلى مراجعة ملف الجماهير. لم تقدم اللجنة المنظمة حوافز جماهيرية مبهرة تتناسب والجهود الكبيرة التي بذلت في إعداد كل شيء. لم نسمع بلجنة خاصة بالجماهير يكون شغلها الشاغل استقطاب الجماهير وجذبهم وتحفيزهم، فلا يعقل أن لا يتعدى الجمهور الحاضر في مباراة الافتتاح بين الجزيرة وأوكلاند 4000، ورغم قيمة التذاكر الجيدة فالأمر كان يحتاج إلى عمل أكبر في ملف الجماهير. وفي ملف الإعلام، الكل يعرف كم عانى الإعلام المحلي من تعسف فيفا وشروطه التعسفية التي أوشك بها أن يعد أنفاس الإعلاميين المحليين تضييقا وتهميشا، وتسهيلات لا تحصى للإعلام الخارجي الحاضر للكأس العالمية من صحف ووكالات وغيرها. وظهرت شركات فيفا المنظمة لعمل الإعلاميين ضعيفة وفاقدة البوصلة. راجع البطولة، الفرح أمر رائع، ولكن الأهم مضاعفته في النسخة المقبلة في 2018. وإلى قطر، حيث يخوض العناب الأولمبي تجربة ودية مع نظيره الصربي اليوم بالنادي العربي في أولى تجاربه لخوض منافسات كأس آسيا بالصين. ويواصل منتخبها الأول تدريباته واستعداداته لمنافسات خليج 23. صحيفة الراية تابعت فعنونت: سانشيز يبدأ مرحلة وضع اللمسات الأخيرة للعنابي. وسيواصل المنتخبان تدريباتهما المشتركة غدا استعدادا للحدثين الكبيرين، وهما خليج 23 وكأس آسيا تحت 23 سنة، حيث بات العنابي الأول ومنذ سبتمبر الماضي يعتمد على نجوم العنابي الأولمبي بجانب بعض أصحاب الخبرة والعناصر الأساسية التي تعد الآن في قمة العطاء والمستوى، لا سيما حسن الهيدوس وعلي أسد وسعد الدوسري وكريم بضياف وبدرو وأحمد ياسر والمهدي علي. خاطب الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد الاجتماع مع خوان بيتزي عددا من الاتحادات الأوروبية والأفريقية لملاقاة منتخباتها في مواجهات ودية دولية خلال أيام الفيفا في شهر مارس المقبل وأثناء معسكرات الأخضر تأهبا لنهائيات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل، وذلك وفق صحيفة الرياضة التي عنونت: بيتزي يقترح مواجهة الأخضر لألمانيا قبل المونديال. ومن المنتخبات التي تمت مخاطبتها ألمانيا وكرواتيا وتونس والمغرب، وينتظر اتحاد الكرة الرد على المواعيد المقترحة حتى يتمكن من التنسيق في الأماكن داخل أو خارج السعودية. وجاءت هذه الخيارات لا سيما المنتخبات القوية من أجل ظهور قوي وتنوع المدارس في نهائيات كأس العالم وتحقيق نتائج تفوق التي تحققت في مونديال 1994 في أمريكا، عندما وصل الأخضر دور 16 وخرج أمام السويد بعد خسارته بنتيجة 1-3. مباشرة إلى جولتنا العالمية، حيث تمكن ريال مدريد من تحقيق الإنجاز المنتظر بالفوز بكأس العالم للأندية ليصبح أول ناد يحرز اللقب في نسختين متتاليتين. صحيفة ماركا الإسبانية تغنت بإنجاز الريال فعنونت: هذا العالم صغير جدا. وفي عناوين الصحيفة الفرعية كتبت:
ريال مدريد يحقق لقبه السادس في كأس العالم للأندية ويختتم بخمسة ألقاب أفضل سنة في تاريخ النادي. هدف من كريستيانو يمنح التفوق لريال مدريد على غريميو. مودريتش يختار كأفضل لاعب في البطولة. زيدان يواصل النجاح في النهائيات 7-7. لا تقف مكاسب ريال مدريد عند هذا الحد، فقد سمحت هذه البطولة للمدرب زيدان ولكل المشجعين بالاطمئنان على حالة النجم الويلزي غاريث بيل الذي بدأ يستعيد نسق المباريات شيئا فشيئا. الآن إلى فقرة الكاريكاتير، حيث نترككم مع أبرز رسومات هذا اليوم والمختارة من صحف القبس الكويتية والأيام البحرينية والجزيرة السعودية، إضافة إلى عدسة الصحافة. الآن إلى همستنا قبل الختام، حيث أنهى منتخبنا الوطني تجربته الودية أمام المنتخب اليمني والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف. اللقاء حمل أكثر من رسالة، أهمها أن الجماهير ما زالت تنتظر عودة الأحمر لإضافة لقب ثان بعد خليجي 19. أيام قليلة تفصل الأحمر عن أولى مبارياته في خليج 23، وهنا لا ينفع النقد، فقد دخلنا في الوقت بدل الضائع وأصبحنا أمام خيار وحيد، ألا وهو الدعم والمؤازرة وترك أي سلبية عالقة إلى ما بعد نهاية المنافسات. المدير الفني للمنتخب فان بيرفيك: إن كنا قد اختلفنا معه سابقا، فإننا اليوم وبحكم الاستحقاق المهم ملزمين بأن نكون معه ويدنا بيده، على أمل أن نكون المخطئين ويكون هو المصيب. وإلى رجال المنتخب الوطني نقول: قدمتم الكثير وننتظر الكثير، فلا تحرموا أنصاركم من فرحة لقب خليجي 23. من محسن جوهر، وهدف أول يسجل لمصلحة منتخبنا الوطني الذي سيكون متواجد أيضا مع منتخبنا الوطني الأولمبي في أحمد حديد، أيضا متواجد وكذلك سعد سهيل. نابين فيربيك من مواليد روتردام الهولندي. محمد عياش في حراسة المرمى، مدير عبد ربو على نعمان، محمد بارويس ومحمد فؤاد في خط قابل بين فيربيك الذي أمضى حتى الآن، وأثرت حكم الإيقاف الدولي البحريني نواف شكر الله. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الذي سيطير إلى الكويت الثلاثاء المقبل بإذن الله ليدشن رحلته في خليجي 23 عند 9:15 بتوقيت مسقط في اليوم الافتتاحي للبطولة الجمعة المقبل أمام شقيقه الإماراتي، والتي نتمنى أن تكون ضربة بداية موفقة للأحمر من أجل إسعاد جماهيره. إلى هنا وصلنا بكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج عناوين. غدا بإذن الله تصفح جديد لعناوين رياضية متجددة، وبالتأكيد ستصب معظمها في الحديث عن البطولة المنتظرة خليجي 23. في أمان الله.